الفن التشكيلي الحقيقة بيعتبر واحد من مجالات الفن اللي ليه دور قوي جدا في بناء الوعي الثقافي ايضا، تحديدا لو هنتكلم عن الدور المصري لتوعية اكتر بالثقافة في 2023، مبادرات وانشاء بيوت تراثية، مهرجانات. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية اللي معانا على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك. من المبادرات المهمة ايضا نظمتوها هو بستان الإبداع، وأيضا أنت مش لوحدك، كلمنا عنهم وعن أهدافهم يا فندم. الحقيقة في البداية كان في أنت مش لوحدك، وكان ده بيستهدف الأطفال من الحالات الخاصة المتنوعة، وكنا بننظم لهم أو ما زلنا يعني بننظم لهم لقاء شهري على الأقل في أحد المنشآت التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، لتوفير نوع من أنواع الثقافة الفنية، سواء من خلال تواجدهم داخل المتحف أو من خلال إقامة ورش وفعاليات فنية. أما بستان الإبداع فالموضوع كان مختلف شوية، لأن كنا بنشتغل مع الأطفال الأصحاء، وده بيقوم على تنفيذ الناقد محمد كمال بشكل دائم، وبنتحرك لأطفال المدارس وأطفال دور الرعاية، بننتقل بيهم إلى أماكن مختلفة. ويمكن من أبرز الأشياء اللي تمت في خلال شهر أكتوبر ثلاث جولات لبستان الإبداع في مدن القناة تزامنا مع حرب أكتوبر، وبيكون الهدف الرئيسي هو إثارة مخيلة الأطفال من خلال نقاشات مفتوحة وعروض تقديمية حول التاريخ المنطقة أو المكان أو المناسبة. إيه اللي اكتشفتوه يا أستاذ وليد من هذه اللقاءات عند الأطفال؟ ايه اللي اكتشفتوه من هذه اللقاءات والجولات اللي قمتوا بيها عند الاطفال؟ حاله الوعي عند الاطفال عامله ازاي؟ الاستجابه عامله ازاي؟ هو ده بالتحديد حاله الوعي. لا دي بنتفاجئ دايما من الطفل المصري على غير ما نتوقعه، يعني هو بمجرد ما بيلاقي في نوع من انواع الاهتمام وفي حد بيكلمه بجديه وبيعرض عليه الامور في سياقها التاريخي السليم بشكل متدرج، الحقيقه بيكون الاستجابه رائعه، وبيتم ده مباشره او بنلحظه مباشره كمان في النتيجة اللي بتتم بعد نهاية هذه الحالات من العصر الذهني مع الأطفال، بتكون مشاركتهم الحياة مبهرة جدا. طيب لو هنتكلم عن مركز الحرف التراثية يا فندم بالفسطاط اللي شاهد كمان افتتاح بيت التراث، أهمية وجود مركز متخصص زي ده خاصة طبعا بعد تسجيل النقش على المعادن ضمن قوائم التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو. مركز الحرف التراثية واحد من أهم المراكز التي تعمل في هذا المجال في مصر، بالإضافة إلى مراكز أخرى تابعة لقطاعات الوزارة، ولكنه هو الأكثر شهرة والأكثر تخصصا أو يمكن كمان الأكثر إنتاجا. اللي بيزيد من أهمية هذا المركز في هذه الفترة هو احتوائه على مجموعة من الفعاليات، ليس فقط مجرد مجموعة الورش أو مركز الخزف، ولكن كمان تبنيه لمبادرة صناعية مصر، وكذلك وجود مبادرة بيت جميل مع مدرسة الملك تشارلز من إنجلترا، بالإضافة إلى مؤخرا زي ما حضرتك أشارتي كان افتتاح أو التدشين بيت التراث المصري، اللي إن شاء الله هيكون كمركز بحثي وتوثيقي لكل ما يتعلق بالتراث المادي واللامادي المصري، كنقطة مركزية في وزارة الثقافة تتبنى وتجمع كل ما يتعلق بموضوعات التراث في مصر ان شاء الله. عظيم. استاذ وليد ايه تاني مسابقات نظمتوها خلال السنه دي؟ لا المسابقات في قطاع الفنون التشكيليه بتكون اساسها اهمها يعني فنون الشباب، وده كان في يناير الماضي، وان شاء الله بنستعد لافتتاح الدوره الجديده يوم 9 يناير القادم، ودي اهم واكبر مسابقه لشباب الفنانين التشكيليين. ده بالاضافه الى امبارح بس أعلن جوائز مسابقة المواهب الذهبية، وهي موجهة للقدرات الخاصة في مجالات الغنى الفردي والغنى الجماعي والرقص الفردي والرقص الجماعي، وتم استحداث هذا العام فئتين جديدتين للتسابق في المواهب الذهبية، كانوا هما مسابقة الإنشاد الديني والفنون التشكيلية، ومع الوزيرة شرفت امبارح الحفل الختام ووزعنا الجوائز على الفائزين في هذه المجالات. لكن بشكل عام في مجموعات كبيره من الجوائز والمسابقات بتتم بشكل دوري يمكن شهريا في كل المراكز التابعه
لقطاع الفنون التشكيليه وقطاع تنميه الثقافيه في مجالات متعدده في كل المجالات. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيليه وصندوق التنميه الثقافيه، شكرا لحضرتك يا فندم.